أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أهمية استضافة مملكة البحرين للمنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية، واصفا المنتدى بأنه فرصة لتعريف المشاركين بما تحقق من مملكة البحرين من إنجازات في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين، أكد وزير المواصلات والاتصالات بمناسبة انعقاد المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية، أن هذا المنتدى يمثل فرصة لتبادل الآراء بين جميع المشاركين في ظل وجود الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى التنسيق المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومنها تقليص الفجوة الرقمية والأمن السيبراني والابتكار الرقمي والتحول الرقمي وغيرها من المواضيع ذات الصلة التي ستسهم في تطوير العمل وتحقيق النجاحات في هذا القطاع المهم.